السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الكبيدات ديالي، الفنات، الغزالات، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى يلقاكم في أتم الصحة والعافية، وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. ومرحبا بالمتتبعين الجداد اللي يلا التحقوا بالقناة، وكنتمنى يفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد إن شاء الله. والوصفة اللي غادي نشارك معكم اليوم هي الكواري ديال السردين في الطاجين. هنا من بعد ما غسلت السردين ديالي وحيت ليه الشوك والسنسول والجلد الكحله ديالو، غسلته وخليته يستقطر ليله، عاد كنطحنو على شكل كفته. كتجيني الكفته ناشفه كيف كتلاحظوا. غادي نضيف دابا هنايا التوابل. كنحتاج هنايا معلقه ديال الثومه مطحونه، معلقه صغيره مقببه، ومعلقه صغيره مقببه ديال المصير مطحون، وهنايا جوج معالق ديال المعدنوس مطحون حتى هو. وبالنسبه للتوابل كنحتاج هنايا معلقه صغيره ديال الملح او الملح حسب الذوق ديالكم. غنحتاج هنايا نص معلقه ديال الشونيه او الهريسه او السودانيه، كل واحد واش تيقول ليها. هنايا نص معلقه ديال سكنجبير، ومعلقه ديال الخرقوم بلدي، وهنايا غادي ندير معلقه مقببه ديال التحميره، يعني زايده على العطريه كاملين. وهنايا معلقه ونص ديال الكمون. هنا الكمون كنديروه زايد على العطريه كامله، هو ما تيخطانيش في هاد الكفته ديال السردين. كنخلط العناصر ديالي، ما كنضيف لا زيت لا والو. ولا كتلاحظوا الكفته ديالي هنايا راها ناشفه، علاش؟ السر كيرجع السردين ديالي ملي غسلته وخليته يستقطر مزيان حتى نشف تماما من الماء، وهذا هو السر ديال الكفته باش تنجح لكم. وكيف كتلاحظوا انني كنكور هنايا الكفته، ما كندهن يدي لا بالماء لا بالزيت كيف كتشوفوا، وكنكور الكواري ديال الكفته بكل سهوله، ما كتلصقش ليا في يدي ما حتى شي حاجه، وتنلعب بها بين يديا كيف بغيت. ها نتوما كي كتشوفوا، وما كتلصقش ويديا، كتبقى نقيه. هادشي كيرجع كيف قلت لكم ان السرديل غسلته واستقطرته حتى ما بقات فيه قطره ديال الماء. هنا من بعد ما كورت ديك الكفته كلها خليتها في الجنب باش هي تشرب في ديك الشرموله، وانا غادي ندير لاصوص ديالي في الطاجين يطيب. بالنسبه لهذا المقدار اللي عطيتكم ديال العطريه كافيني في نص كيلو ديال الكفته. وهنايا درت جوج مطيشات كبار، الا كانوا متوسطين غادي ديروا ثلاثه ديال مطيشات كبار، ثلاثة ديال مطيشات متوسطين وجوج مطيشات كبار عفوا. كنحكهم في الحكاكة الغليظة وكنديرهم مع شوية ديال الزيت، ودرت معاهم غير نص معلقة ديال المعدنوس حيت ديجا درت الربيع في الكفتة، وغادي نعاود نرشو من الفوق من بعد. هنا درت غير شوية يطيب ليا مع لاصوص طوماط، ودرت هنايا نص معلقة ديال التومة، شوية ديال الملحة، وشوية ديال التحميرة، شوية ديال السودانية، سكنجبير، الكمون، يعني نفس التوابل اللي درت في الكفته غادي نعاودهم في هاد لاصوص طوماط عادي. غادي ندير غير شويه شويه شويه، وغادي نخليها ضربه واحد الغليه، وغادي نرجعوا لدوك الكواري ديال السردين اللي كورت، غادي يكون شربوا مزيان في ديك العطريه. ولكن قبل ما نشارك معكم الطريقه اللي غادي ندير لهاد الكواري، غير هاد لاصوص ضربوا الغليه غندير ليه معلقه ديال لاصوص كونسونطري
لاصوص طوماط كونسونطري او مطيشه الحك، غندير فيها غير معلقه باش يزيد ليا التعليكه في هاد لاصوص. عاد نشارك معكم دوك الكوارج غنديروا ليهم. وهنايا جيت للمقله ديالي اللي درت فيها الزيت وخليتها حتى سخنات مزيان، درت فيها دوك الكواري ديال السردين. ايه دوك الكواري ديال السردين بغيت نقليهم نص قليه، ماشي غنقليهم حتى يطيبوا البنات، لا، حيت غادي يكملوا الطياب ديالهم في لاصوص طوماط، كيجيو بنان بزاف البنات صدقوني. هنا غادي نديرهم غير يتقلاو نص قليه، كي قلت لكم يعني تشدهم ديك الزيت هكا كيشدوا راسهم، غادي نهزهم في البلاصه بلا ما يستقطروا بلا حتى شي حاجه، كنقطروهم غير هكا من فوق المقله وكنردهم ديريكت للطاجين، الطاجين ديالي اللي ديجا فيه لاصوص طابت، غير غادي نرد فيهم هاد الكواري باش يشربوا ديك لاصوص ويتعلقوا مزيان مع ديك لاصوص ويشربوا فيها مزيان. هاد الشيء اللي غادي ندير البنات. هنايا نعاود كنحرك المقله باش كيتستفوا مزيان وكيديروا البلاصه لبعضياتهم، باش كنرمي دوك الكواري في خطره واحده، ولكن غادي نهز شي وحدين راه حطيتهم في الاول غادي يكونوا تحمروا شي شويه، كيشدوا واحد اللون يعني ماشي كيتحمروا بزاف وماشي كيطيبوا، الا حليناهم من الداخل كتلقايهم باقي ما طابوش، ولكن بغيت يكملوا الطياب ديالهم في لاصوص طوماط. راه يمكن لكم البنات غير تكوروا هاد هاد الكفته هادي، اون فوا غادي طيب لكم لاصوص طوماط نص طيبه، غادي ترميو الكواري ديالكم عادي وغادي يكملوا الطياب ديالهم في لاصوص. ولكن انا حاولت نشارك معكم هالطريقه هذه، ديفيرون على الطريقه القديمه او مغايره للطرق اللي كنعرفو حنايا. كيجيو هاد الكواري بهذا الشكل هذا، راه ما طايبينش مزيان، طايبين غير نص طيبه، وغادي نستفهم مزيان في هاد الطاجين. لاصوص راه ديجا طاب، وغادي نخليهم يطلع ديك الغليه ديال المطيشه. هنايا غادي نزوق الطاجين ديالي بالفلافل ملونين، فلفله حلوه حمراء خضراء صفراء الا كانت حتى هي، الا ما كانتش كنكتفيو غير بلون واحد. الفلفله هنايا شويتها في على البوطه وقشرتها وقطعتها بهذا الشكل هذا، غادي نزوق بها الطاجين ديالي وصافي، نخليه يتشحر ليا واحد 5 دقائق ونطفي عليه والطاجين ديالي واجد. ولكن هنايا في هاد الاثناء فاش غادي تشحر لي في هاد 10 دقائق، هنوجد واحد الشليضه اللي غادي نرافق بها هاد الطاجين هذا. خليكم معايا باش نشارك معكم شليضه خفيفه ظريفه وكتجي واعره. السلطه اللي غادي نرافق مع الطاجين ديالي غتجي على هذا الشكل هذا البنات. عندي هنايا الخس مغسول والتفاح حتى هو مغسول ومقطع، خزوه وحده وخياره وحده، فقط هذا الشيء باش غادي نكتفي. هادو هما الاساسيات في هذه السلطه هذه. وغنحتاج هنا مطيشه والطون والمايس من طبيعه الحال وواحد لافوكا، باقيين عندي في الثلاجة. هاد الخضار هادو راه قطعت نقيتهم ونقيتهم ودرتهم في شويه ديال الماء ودرتهم في الثلاجة تيبردوا، وخليتهم في الثلاجة تيبردوا حتى بغيت دابا نستعملهم باش نوجد الشلاضه ديالي ونخلطها بما نحط الطاجين ديالي. يعني ما غاديش نقطعها ونديرها في الثلاجة ونتسناها حتى تبرد، راه ديجا هاد الشيء هاد المكونات كلهم باردين. كاينه عندي هنايا الخس قطرت استقطرته مزيان، نشفته في النشافه وقطعته طريفات كبار شويه، الخيار وكذلك التفاح طريفات كيف كتلاحظوا، الخيزو واحد جزره درتها في الحكاكه، مطيشه فقط غادي نزوق بها الجوانب ديال الصحن ديال التقديم، غادي نقطع على الشكل هذا، ما غاديش نحيد ليها الجلده من طبيعه الحال باش كتشد لينا لا فورم ديالها. صافي هذه هي السلطه ديالنا. غنحتاج في هذا ديالها في التوابل غير مليحه والبزار فقط وشويه ديال المايونيز باش غادي نخلط هاد الشلاضه ديالي
غادي نخلط هادشي كامل، غادي نضيف ليها شويه ديال المايس، شي 3 ديال المعالق تقريبا، ما كنكثرش المايس باش ما يجيش طاغي فيها بزاف. هنايا هاد الاجبان كانوا شاطولية، شويه ديال الجبن الابيض وشويه ديال ايمونتال كانوا عندي، قطعتهم طريفات صغار. والطون من بعد ما خلطت ديك الشلاضه عاد كنحط هاد العناصر هادو من الفوق، درت الطون من الفوق حيت الا درت بواطه هاد البواطه هادي ما غاديش تكفيني باش يبان ليا الطون، اكتفيت انني نديرها غير من الفوق هكا باش تبان وتعطي المنظر. و مطيشه قطعتها على شكل نصف دوائر، زوقت بها الصحن ديالي في الجوانب، صراحة كتجي سلطة منعشة وغنية وكتجي زوينة. والأكثر من هاد الشي كل شي وحتى من غير الدقع كتجي زوينة حتى في المنظر صراحة، بلا ما نهضروا على اللذة. هنا زوقت بشوية ديال الزيتون الأسود، وغادي نزوق بواحد نص لافوكا من الفوق، قطعتها رقيق زوقتها بهذا الشكل هذا، واخا درت ليها مليحه وبزار ودرت ليها لا مايونيز، بغيت ندير ليها واحد الخيط ديال صوص بيستو، راه ديجا شاركتها معكم، كتجي كتجي معها يا سلام، وكلكم كتعرفوا لا صوص بيستو كي كتجي. ودرت ليها شويه ديال الفرماج غابي من الفوق، كيجي الغداء ديالي على هذا الشكل هذا. والطاجين من بعد ما طاب وتشحر مزيان، التعليكه كتجي واعره، كيجي صراحة زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وتجربوا هاد الطريقة ديال الكواري ديال الكفتة، كنتمنى تجربوه. وينال الاعجاب ديالكم كندير ليه هنايا خويط ديال زيت الزيتون، هذا كيبقى اختياري بالنسبة لكم نتوما. كنتمنى كيف قلت لكم الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش في اللايكات ديالكم وتفعيل الجرس اللي مازال ما فعلت الجرس ولا المتتبعين الجدد. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد آخر إن شاء الله.